وانا اقول ليه خلوا ماتش الزمالك مع ماتش النادي الاهلي في نفس التوقيت؟ اتاري خايفين من فضيحة، خايفين من الضحك اللي هيحصل في الماتش. طبيعي يا جدعان، انتوا بتفكروا ازاي؟ ما لازم، اصل الناس كلها هتتابع الزمالك على امل ان هو يصعد ويعمل المفاجأة والتوقعات والانبهارات والشطة نار اللي هتحصل، بس مفيش الكلام ده. فطبيعي يحط لك ماتش نادي الاهلي مع نادي الزمالك علشان خاطر تخلص، عشان خاطر انت تبص على النادي الاهلي ماتش بتاع فريقك وبتوع الزمالك ينشغلوا مع الزمالك. مش هنخلي الضحك يوصل للعلالي ده يا جدعان. يعني اهو واحد، عارف انت بتقول ايه ده الزمالك جاب جون، بعد كده ترجع تشوف هتلاقيه من ضربة جزاء برضه. يعني مش حوار. وايه بقى في الدقيقة 85 ولا في الدقيقة 86، هوبا كريستيانو يشربهم الجون بالهيد زي ماتش مصر والبرتغال. ده اوسوريو مأكد للناس كلها ان هو ده مش خايف منه، وان كريستيانو يعني خلاص انتهى، كريستيانو منتهي بالنسبه له، وكسبه قبل كده لما كان بيلعب قدامه، اللي اصلا ما لعبش الماتش قدامه، كريستيانو ما كانش موجود اصلا. كريستيانو بيسترجع امجاده وبيسجل هدف الانقاذ لنادي النصر السعودي. والمشكله هنا ان نادي الزمالك ولاعيبه الزمالك واداريين الزمالك والجهاز الفني بتاع الزمالك فاكرينهم بيلعبوا ريال مدريد، مع احترامي الكامل لنادي النصر السعودي وكل انديه السعوديه، لكن يبقى في الاخر هو نادي سعودي، نادي عربي، مش ريال مدريد، مش برشلونه، مش الروح بتاعت ريال مدريد وبرشلونه والانديه الكبيره بتاعت اوروبا. فانت لما تيجي تلاعب انت بتلعب اسامي بس، يعني انت بتلعب كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، معرفش مين، لكن في الاول وفي الاخر ده النصر السعودي. فانت هنا عامل لنفسك امجاد وبطولات بسبب كلام وبسبب تيشيرت وبسبب معرفش ده كريستيانو رونالدو دخل جون فينا. ايه يا ابني ده؟ ايه يا حبيبي؟ انت عمركم ما هتكسبوا كده، عمركم ما هتوصلوا للمجد كده، عمركم ما هتاخدوا بطولات كده. لك عشان تاخدوا بطولة تعرف ان الفريق قدامك ده فريق عادي، فريق زي اي فريق، لكن انت نازل خايف منه اصلا، نازل بتشكيلة كويسة مش وحشة خالص، نزلت اديت بتلعب على المرتدات، جبت جون من ضربة جزاء. النصر برضو كذلك جاب جون اتحسب اوفسايد، لكن استمر بهدوء اعصاب بروقان شغال زي ما هو عادي، وهوب دخل جون في الدقيقه 86 ضرب بيها الماتش. عرفت ترجع؟ لا، مش هتعرف ترجع، مش هتعرف ترجع. الزمالك للاسف في منطقه خطره جدا من لا شيء، عارف انت اللا شيء، يعني هو معاه لعيبه بجوده كويسه، معاه مدرب مش وحش على فكره، يعني مستر اسوري ده مدرب كبير مش صغير، يعني عندك فلوس، عندك فلوس، بس يعني انت مش عارف هي راحت فين، عليك كم مديونيات يبك الارض، انت عندك كل الامكانيات انك تبقى فريق كبير على فكره رغم كل المديونيات دي، عشان انت اصلا مش سبب فيها، يعني السبب فيها ادارين فريقك، اداره فريقك، لكن انت كفريق تقدر. من النادي الاهلي كان عنده صعوبات قبل كده، كان عنده، انت كنت بتشوف اسلام، عفش اسلام، اسلام ايه لعيبه اللي هي بتاعه 2016 و 2017، لعيبه منتهيه حرفيا، مع احترامي كلهم انت لعيبه كويسه لعيبه كبيره، بس لعيبه فعلا كانوا منتهيين، لعيبه ما لعبوش في أندية وسط الجدول. وقتها كان في أزمات في نادي الأهلي، وكان بيغير جلده وكان بيغير الرئيس بتاعه، لكن الأهلي ساعتها عرف يكسب، عرف حتى يكسب حتى حاجات بسيطة، يعني مثلا كأس الكونفدرالية، عرف يكسب كأس دوري، معرفش إيه، حاجات متفرقة بس كان بيكسب برضه. فأنت النهاردة ما تتلككش
لا انت بتعمل لنفسك يعني حجج وامجاد وهميه ان كريستيانو رونالدو ده والله التيشيرت اللي شيكابالا، وشيكابالا خلاص عمل اللي عليه ولعب في كاس العالم يا جدعان خلاص. ما طبيعي هتخسر، مستني المكسب ازاي من لعيبتك يعني؟ وحركة بقى اللي ايه، مش هممني شيكابالا، مش هممني كريستيانو. ايه يا عم ده يا عم، ايه الشغل ده يا جدعان؟ يعني ايه الشغل ده بجد؟ موضوع كده افضل منكم حبتين تلاتة.